مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على المنتخب الاولمبي، وضيفنا اليوم هو المحلل الرياضي مهدي كسوة. سي مهدي، مرحبا بك معنا. اهلا لالا نهاد، ومرحبا بجميع المشاهدات ومشاهدي الكرام. مرحبا بك معنا سي مهدي. كيف شفتي اليوم غنتكلموا على المنتخب الاولمبي المغربي والفوز المستحق والعريض ديالو اللي حققوا البارح على المنتخب العراقي؟ قراءتك للمقابله، واش نقدروا نقولوا انها كانت انتقام لكبرياء المنتخب الاولمبي من بعد الهزيمه الغير متوقعه امام اوكرانيا؟ وكانت الخيص وكجرد المعطيات اللي كانت في المقابله، هو لابد الاشاده بالمستويات المقدمه سواء من الناحيه الفرديه ولا الجماعيه، سواء من ناحيه التدبير بالنسبه للمدرب. لانه نقدروا نقولوا المقابله اللي كانت مثاليه على مستوى جميع الاصعده، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه التقنيه، من الناحيه الفرديه كيف ما تكلمنا سابقا. كانت صحيح البعض من الاخطاء اللي كانت سابقه في المقابله ديال المنتخب الاوكراني، وبالتالي يمكن تسيدنا بالطول والعرض المجريات والاطوار ديال المقابله، تحكم في الريتم وفي الايقاع. وكان اللي مهم هو اننا قدرنا نتصالحوا مع الذات ديالنا، خصوصا من خلال هذاك السجل التهديفي والعدد ديال الاهداف اللي كانت مستحقه، حتى من خلال عدد الاهداف اللي مسجله وخلق العدد كبير من الفرص، فاكيد انه كان عطانا افضليه، كان عطانا كذلك على انه يكون واحد التفوق على مستوى جميع المحطات او لي كومبارتيمون دو جو، خصوصا انه المنتخب العراقي منتخب اللي منظم، منتخب اللي من الناحيه التكتيكيه فاكيد انه عنده اساليب اللي تكتيكيه اللي كتعتمد على الاساليب الدفاعيه بشكل خاص. ولكن نقدروا نقولوا على انه كانت مقابله مثاليه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب. سيمبا، ديالي بغيت نسولك على الهدف ديال زلزولي الرائع البارح، صغتو ان زلزولي ما غاديش نقولوا كان وعاتبوه المغاربه، الجمهور المغربي، على الاداء ديالو في المباراه الاخيره ديال اوكرانيا. البارح شفنا واحد الوجه اخر في المباراه ديالو، كيفاش اشنو قراءتك لهذا الامر هذا؟ وبخصوص يمكن النظره الشخصيه على اللاعب زلزولي، اعتبره واحد من افضل اللاعبين المهاري المتواجد حاليا في المنتخب الوطني وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى العربي. زلزولي الاشكال اللي كان عنده هو مساله ديال القرارات اللي كتكون منصبه، خصوصا في دوك الامطار اللي كتكون اخيره، وبالتالي كتضيع علينا بزاف ديال الامور اللي تقدر تكون ايجابيه. زلزولي كفكر، زلزولي كلاعب، زلزولي كتكوين المستوى الفردي والمستوى الجماعي، فلا نقاش ولا جدال على انه كما قلت لك سابقا واحد من بين افضل اللاعبين. ولكن من بين المشاكل اللي كانت عنده هو مساله ديال التاطير بسيكولوجي، مساله كذلك ديال الاوامر او ديزانستريكسيون المتعلقه في المرحله ديال البناء والمرحله ديال الانهاء. لانه الزلزولي في بعض من الاحيان كينغلق او كينساق يمكن وراء هذاك اللاعب اللي كيكون فردي، وبالتالي كيضيع علينا بزاف ديال الفرص. هذا المعطى هذا هو اللي يحاول يصحح منه ومينيميزي من هذوك لي زيغور اللي كيقدروا يكونوا عنده، خصوصا على مستوى العمل الفردي. وبالتالي فنقدر نقولوا على انه عطانا حلول اللي كانت فرديه، عطانا كذلك واحد ربح مساحات كثيره، لانه لاعب من ناحيه ديال السرعه فهو انه عنده واحد القوه انفجاريه من ناحيه السرعه، ومن ناحيه قراءه اللاعب فلاعب اللي نقدر نقول لك على انه يقدر يعطيك حلول اللي متعدده. وبالتالي فالمقابله ديال اليوم امس فكانوا الاجوبه فيها عديده، كانت فيها كذلك واحد الثقافه ديال اللاعب اللي مغايره عن الثقافه اللي كانت سابقه بالنسبه للزلزولي، وبالتالي فنقدر نقول انه كسب الرهان وخلق لنفسه يمكن صورة جديدة وصلح يمكن هذوك المشاكل اللي كانت عنده، خصوصا مع الجماهير المغربية. فعلا هادشي اللي وقع. سي مهدي، الخصم المقبل ديالنا هو المنتخب الأمريكي، شنو هي نقاط القوة ديالو؟ وكنعرفوا على انه كرة القدم الأمريكية فالطريقة ديال اللاعب ديالها والهوية ديالها فكتبقى مختلفة، ما عندهاش تقريبا واحد الايديولوجية معينة، لانه عندهم بزاف ديال المدارس اللي ديال التكوين داخل البلد ديال امريكا. ولكن بنسبة اكبر فالمنتخب الامريكي تقريبا عنده نفس الطريقة ديال المنتخب العراقي، منتخب اللي يعتمد على اللاعب المباشر، منتخب اللي كيلعب على الهجمات اللي كتكون خاطفة وكيحاول انه يباغت الخصوم ديالو من خلال المساحات اللي كيتركوه، ومنتخب اللي عنده قوة ذهنية وقوة بدنية اللي كبيرة، لانه في التكوين والفلسفة كذلك ديال العمل القاعدي بالنسبة لكرة القدم الأمريكية فكيعتمدوا على جوج ديال الأشياء مهمة، هو العمل البدني كيحاولوا يطوروا منه، كتكون جاهزية عند اللاعبين حتى هما يا صغار السن، وكتكون كذلك هذيك الجودة الذهنية وقوة الصبر والتحمل عند هذا المنتخب هذا، خصوصا في المراحل ديال الدفاع. فإلا قدرنا نتغلبوا على جوج هذه المسائل بالنسبه للمنتخب الامريكي فنقدر نقول لك على اننا نتحكموا في اطوار المقابله، لانه كمقارنه المنتخب المغربي
في الحالات الفرديه وفي الحاله الجماعيه كيبقى افضل واحسن من المنتخب الامريكي. سي مهدي، بنظر لما قدموا المنتخب المغربي خلال المباريات السابقه، شنو هي الامور اللي مازال خاص الناخب الوطني طارق سكيتيوي يخدم عليها؟ شنو هي الامور اللي خاصنا نخدموا عليها من اجل اننا نتحسنوا اكثر فاكثر؟ هو شخصيا اؤمن على انه في البطولات المجمعه خاص دائما يكون عندنا ثقافه ومبدا ديال التحسن المستمر، او نورمالمون لاميليوراسيون كونتيني. هاد لاميليوراسيون كونتيني يعني خاصنا نكونوا اليوم احسن من الامس، وفي الغد نكون احسن من اليوم. كنظر السباق يا كرؤيه المستوى المقدم لا من الناحيه الجماعيه لا الفرديه بالنسبه للمنتخب، كنشوف فيه هاد ربما هاد الرؤيه هادي، وارى على انه المستوى الجماعي كيتطور من مقابله الاخرى. لهذا اهم النقاط، المدرب يصحح الاخطاء وهذا شيء امر ايجابي، اللاعبون يتعايشون مع الاجواء في اي ملعب وكذلك مع اي منتخب، وهذه ميزه حسنه اللي متواجده حاليا في هاد البروفايلات المتواجده. وشخصيا اعتبر على انه تبقى بعض من الهفوات اللي كتكون متعلقه سواء بالعياء اللي كيكون ذهني او سهو ديال بعض من اللاعبين اللي كيكون متعلق خصوصا في الدقائق الاخيره. الا قدرنا نتغلبوا على هذا المعطى هذا، الا قدرنا على انه تكون عندنا جاهزيه ذهنيه اكثر من اجل تحمل ديال الضغط اللي كيكون في المقابلات، فقادرين على اننا نلعبوا مع اي منتخب واي فريق اللي غيقدر يواجهنا كيف ما كانت القوه ديالو، سواء كان في الميدان ديالو ولا خارج الميدان ديالو، لانه على المستوى الجماعي كيبقى المنتخب واحد من افضل المنتخبات المتواجده في دورات الالعاب الاولمبيه كيف ما قلت لك سابقا، لا من الناحيه الفرديه لا من الناحيه الجماعيه، لانه مؤشر تطور فكيبان على انه موجود عند اللاعبين ديال المنتخب. سي مهدي، كتعرف ان الجمهور المغربي كل ما كانت نتائج مزيانه كل ما طموحاته كتكبر، وخصوصا ما عاشوا الجمهور المغربي في مونديال قطر، واش نقدروا اليوم نتوقعوا ان هذا المنتخب الاولمبي غادي يمشي الى ابعد نقطه مثلا في هذه المسابقه ديال كره القدم في الالعاب الاولمبيه؟ واش المنتخب المغربي قادر على تحقيق طموح الجمهور المغربي؟ هو الجماهير المغربيه عندها اهداف وعندها احلام، وهذا حق مشروع لانه كتدخل في الثقافه ديال الانتصار. غير هو اليوم خاصنا نتكلموا على واحد النقطه اللي مهمه، هو افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون، الشيء اللي كنولفوا عليه خاصنا نبقاو غاديين فيه. اليوم خلقنا لواحد لنفسنا واحد الصوره، خلقنا لنفسنا واحد الشخصيه، خلقنا لنفسنا واحد المجد كروي جديد يتماشى مع التواجد في محطات اللي كتكون متقدمه في البطولات اللي كتكون مجمعه، وهذا معطى اللي كيخلي على انه تكون عند الجماهير المغربيه تعلقات واحلام بالنسبه للمباريات ديال المنتخب اللي كتلعب. لهذا اعتبر على انه من حقنا نحلموا، لانه ما اضيق للعيش لولا فسحه الامل، لانه الا ما كانش الامل ما يكونوش عندنا احلام. لهذا فالجماهير المغربيه عندها احلام، عندها كذلك امال متعلقه بالمستويات اللي كيقدموها اللاعبين، فنتمنى على اننا نمشيو لابعد نقطه، لانه عندنا من الامكانيات والفرديات والمؤهلات ما يخول لنا على اننا نمشيو للنهائي في دوره الالعاب الاولمبيه، وبالتالي تقدر تكون ميداليه اللي تقدر تكون سابقه في تاريخ المشاركات ديال المنتخبات الوطنيه، لانه كتتويج اللي غيقدر يكون جماعي فغيبقى ربما احسن هديه اللي غيقدموها هذا المنتخب واللاعبون للجماهير وكذلك البلد ديالنا والوطن ديالنا، لاننا كنمروا من ازهى الايام ديالنا على مستوى الرياضي في الوطن ديالنا. هادشي اللي كنتمناو سي مهدي، هادشي اللي كنتمناو سي مهدي. شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لما قدمتينا في هذه الحلقه هذه، وكنت سعيده بالاستضافه ديالك. بكل فرح، الشرف ليا انني نتواجد معك الاخت نهاد، ونتواجد في المقر ديالكم كمحطه اولى، ونتمنى وان شاء الله اننا نكون خفيفين الظل على جميع المشاهدات والمشاهدين اللي غيقدروا يشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بك معنا سي مهدي، حنا كنتمنوا انك يكون الحضور ديالك متكرر معنا، ومرحبا بك. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك سي مهدي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في موعد جديد، ومتمنياتنا بالفوز للمنتخب المغربي الاولمبي.